أصدقائي عم نطلع عليكم أنا ورينبو ببداية أسبوع جديد، يوم جديد، وأكيد كتير من التحديات. وبدي أذكركم أنه كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح وتكتفوا اتصالاتكم ليكون عندكم فرصة أكبر تقدر تدخلوا معنا سحب نهار الخميس وتكونوا نجوم الأسبوع ومن بين الرابحين. أصدقائي، هديتنا هذا الأسبوع هي عبارة عن هاتف هواوي نوفا 3i. فكروا كتير منيح وكتفوا اتصالاتكم لحتى تكونوا أنتوا نجوم الأسبوع وأنتوا الرابحين بهي الهدية. رح نشوف ريمبو شو مخبي لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول حديقة من المنتجعات الأساسية في إمارة الفجيرة، تقع في وادي قرب جبال هاجر خارج منطقة الفجيرة، وتحوي مياه معدنية للاستشفاء من أمراض الروماتيزم والبرد، وفيها بركة خاصة للنساء وأخرى للرجال. تقام في العطلات العامة على مسرح الحديقة مهرجانات لمختلف العروض الشعبية والفلكلورية. ما اسم الحديقة التي تقع في الفجيرة وتحوي مياه معدنية؟ رح كرر عليكم أصدقائي، اللون الأزرق بيقول حديقة من المنتجعات الأساسية الموجودة في إمارة الفجيرة، تقع في وادي قرب جبال هاجر خارج منطقة الفجيرة، وتحوي مياه معدنية للاستشفاء من أمراض الروماتيزم والبرد، وفيها بركة خاصة بالنساء وبركة خاصة بالرجال. تقام في العطلات العامة على مسرح الحديقة مهرجانات لمختلف العروض الشعبية الفلكلورية. ما اسم الحديقة التي تقع في الفجيرة وتحوي مياه معدنية؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو ألو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك خالد؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، خبرني شو الجواب؟ عين مضب. شكرا لك خالد، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحة. معنا اتصال جديد ونقول الو. الو الو. الو. اهلا حليمة، كيفك؟ الحمد لله، انت كيف؟ الحمد لله تمام، خبريني كيف كان الويكند؟ حلو. انبسطتي؟ طلعتي ولا ضلتي بالبيت؟ كنا مع الأهل، تجمعنا. حلو، طيب حليمة، عرفتي الجواب؟ ايه. شو؟ حديقة عين مضب. وأكيد رحتي لهنيك من قبل، صح؟ صح. شكراً لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ ايه. تمام. ألو؟ أهلاً أهلاً، كيفك فاطمة؟ الحمد لله، كيفك؟ الحمد لله تمام، خبريني شو الجواب؟ عين مضب. ومتأكدة؟ مليون أكيد. مليون شكرا لكم حليمة وفاطمة وخالد، اللي كانت إجاباتكم حديقة عين مضب، إن شاء الله تكون صحيحة يا أصدقائي. اتصال جديد، أو قبل الاتصال رح كرر عليكم المعلومة. اللون الأزرق كان بيقول حديقة من المنتجعات الأساسية في إمارة الفجيرة، تقع في وادي قرب جبال هاجر خارج منطقة الفجيرة، وتحوي مياه معدنية للاستشفاء من أمراض الروماتيزم والبرد، وفيها بركة خاصة للنساء وبركة أخرى خاصة للرجال. تقام في العطلات العامة على مسرح الحديقة مهرجانات لمختلف العروض الشعبية والفلكلورية. يا ترى مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ أكيد أصدقائي الموجودين بإمارة الفجيرة لازم تكونوا أنتوا هيك مخدين حصة الأسد بهذا السؤال، تكونوا متأكدين من الجواب، وبتوقع كتير منكم أكيد زاروا هذا المكان من قبل. فكروا كتير منيح أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم لحتى يكون عندكم فرصة أكبر تقدر تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتربحوا معنا هاتف هواوي. مين يا ترى رح يكون نجم الأسبوع ومين رح يكون الرابح معنا؟ نجم الأسبوع صديقنا مصطفى، أكيد أنا وريمبو عم نستنى مشاركتك. مين كمان؟ حمزة، فرح، لينا، رينادو، ريتا، جوريم، وريماس، وجنى، ويارا، ومين كمان؟ عليا أكيد، راشد. فكروا كتير منيح أصدقائي، أنا وريمبو عم نستناكم وعم نستنى مشاركاتكم معنا، والشلة طبعاً الشلة كانت مختفية عنا الأسبوع الماضي كله، إن شاء الله أكيد يشاركونا اليوم وهيك نقدر نعرف منكم شو إجاباتكم، نقدر نعرف كمان إذا زرتوا هذا المكان أو لا من قبل. وخبروني كمان كيف كان الويكند معكم، شو عملتوا؟ طلعتوا ما طلعتوا؟ مضيتوها بالبيت عم تدرسوا؟ ما بعرف، أتوقع يمكن قربت الامتحانات بالمدارس. فكروا أصدقائي وكثفوا اتصالاتكم، شكله لأنه قربت الامتحانات أصدقائي كلهم نايمين وما عم يجاوبوا ريمبو. مع هيك ريمبو عم يستناكم أصدقائي وعم يتحداكم، لا تخلوا يتحداكم أبداً، وخبروا أنه نحن نعرف كل الإجابات. ما اسم الحديقة التي تقع في الفجيرة وتحوي مياه معدنية؟ رح ناخذ اتصال ونقول ألو. حديقة المضب.
طب مرحبا. 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 مين معي؟ أنا عون. مين أنت؟ شو اسمك؟ عون. حور؟ عون. عون، أهلا وسهلا. أنت أول مرة بتشاركينا؟ أنا ولد. أوكي، أنا آسفة، أول مرة بتشاركنا؟ الصوت مو واضح. خبرني طيب، أنت أول مرة بتشاركنا ولا اتصلت من قبل؟ أول مرة. أوكي طيب، قلي قد إيه عمرك؟ 6. العمر كله. طيب عون، آخر سؤال، منين عم تحكينا؟ من وين؟ من دبي. أهلا وسهلا فيكم بكل الأصدقاء الموجودين بإمارة دبي. طيب صديقي، أنا أخذت إجابتك، إن شاء الله تكون صحيحة، وأكيد لتعرف إذا جوابك صح أو خطأ لازم تكمل معنا الوقت المخصص لهذا السؤال لحتى نشوف ريمبو شو بيقول. أكيد أنا وريمبو بنتمنى تكون صديقنا الدائم وتشاركنا دائما. فكروا كتير منيح أصدقائي، معنا اتصال ونقول ألو. 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 أهلا وسهلا، كيفك عليا؟ أهلين، مساء الخير. يسعد مساكي، كيفك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله، إن شاء الله دائما تضلك بألف خير. شكرا لأنك سألتي عني على الهواء. حبيبتي طبعا، أنا بهمني كتير كلكم تشاركوا، بهمني كمان أطمن عليكم. خبريني كيف كان الويكند معك؟ حلو. طلعتي ولا ضلتي بالبيت؟ لا، تبعت الأهل. أوكي، أحلى شيء. طيب خبريني بسرعة شو الجواب؟ حديقة عين مضاد. شكرا لك عليا، انت كنتي اخر الاصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال. للاسف اصدقائي انتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما اسم الحديقة التي تقع في الفجيرة وتحوي مياه معدنية؟ والجواب اكيد صح، حديقة عين مضاد. الف مبروك لكل اللي شاركونا، اجاباتكم كانت صحيحة، ورح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدا يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون البرتقالي، وهاللون بيقول كلمة أو لفظ تعني مجموعة من الأمواج العاتية المدمرة من المياه، وتنشأ هذه الأمواج من الزلازل الأرضية والمائية، ومن بعض الانفجارات البركانية والانفجارات تحت سطح الماء، ومن ارتطام المذنبات وانفجارات الأسلحة النووية في البحار، وتكون نتيجتها مدمرة. ماذا يطلق على الأمواج العاتية المدمرة التي يكون سببها انفجارات وزلازل أرضية ومائية؟ رح كرر عليكم أصدقائي، ركزوا كتير منيح. سؤالنا بيقول كلمة أو لفظ تعني مجموعة من الأمواج العاتية المدمرة من المياه، وتنشأ هذه الأمواج من الزلازل الأرضية أو المائية، ومن بعض الانفجارات البركانية والانفجارات تحت سطح الماء، ومن ارتطام المذنبات وانفجارات الأسلحة النووية في البحار، وتكون نتيجتها مدمرة. ماذا يطلق على الأمواج العاتية المدمرة التي يكون سببها انفجارات وزلزال وزلازل أرضية ومائية؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. أهلا أهلا حليمة، خبريني عرفتي الجواب؟ إيه. شو؟ سونامي. أكيد؟ أكيد. مساعدة من جوجل أو من هون؟ من هون ولا لا؟ من بابا. أوكي، الله يحفظه يا رب. شكراً لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ تمام. فاطمة، يا فاطمة خبريني شو الجواب؟ سوناني. شكرا لكم صديقاتي حليمه وفاطمه، انتم كنتوا اول مشاركين معنا وكانت اجاباتكم تسونامي. يا ترى هالاجابات صح او خطا؟ اكيد رح نعرف، بس بالاول رح ناخذ اتصال ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مين معي؟ نيف. اهلا وسهلا فيك صديقي، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني عرفت شو الجواب؟ ايوه. شو؟ سوناامي. حدا ساعدك؟ لا. ايه ولا لا؟ لا. برافو، شكرا لك صديقي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. صار عندنا ثلاثه من الاصدقاء شاركونا وكانت اجاباتهم تسونامي. صح او خطا لازم نستنى لنهايه الوقت. معنا اتصال بنقول الو. الو. اهلا وسهلا عليا من جديد، خبريني شو الجواب؟ سونامي. حدا ساعدك؟ لا لحالي. اوكي، في حدا رح يشارك؟ لا.
تمام، شكرا لك عليا، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه وتكوني نجمه الاسبوع من بين الرابحين. تجي لعنا لهون على الاستوديو لنتعرف عليك انا وريمبو. مين لسه من الاصدقاء ممكن يشاركونا؟ فكروا كثير منيح اصدقائي وكتبوا اتصالاتكم، شاركوني اجاباتكم لحتى يكون عندكم فرصه اكبر تقدر تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا نجوم الاسبوع. وتذكروا كل ما شاركتوا اكثر كل ما كان عندكم فرصه اكبر. سؤالنا يا اصدقائي بيقول: ماذا يطلق على الامواج العاتيه المدمرة التي يكون سببها انفجارات وزلازل أرضية ومائية؟ لحد هلأ كل الإجابات كانت تسونامي، إن شاء الله تكون صحيحة. رح نأخذ اتصال ونقول ألو. ألو 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 ألو، مين معي؟ لميا. أهلا وسهلا لميا، كيفك؟ الحمد لله الحمد لله. خبريني لميا، أنت من جماعة اللي طلعوا بالويكند ولا اللي ضلوا بالبيت؟ ضلوا بالبيت. أوكي، أصلا عادي، حلو البيت كمان. خبريني لميا، عرفتي الجواب؟ ايوه. شو؟ سونامي. اكيد. ايوه. شو؟ في حدا بيشارك. اوكي تمام. الو الو، مرحبا، مين معي؟ ابرار. ابرار، اهلا وسهلا فيكي. ابرار، انت اول مره بتشاركينا؟ سلامي. طب خبريني، اول مره بتشاركينا ولا لا؟ ايه. اوكي، قولي لي قد ايه عمرك؟ اه؟ تسعه؟ ايه. العمر كله ابرار، كان جوابك تسونامي صح؟ ستة. ستة؟ إيه. أوكي، كان جوابك تسونامي صح؟ إيه. شكراً لكم صديقاتي لميا وأبرار، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. اتصال جديد وبنقول ألو. ألو ألو، مرحبا، مين معي؟ منا. أهلا وسهلا منا. أول مرة بتشاركينا؟ لا. شاركتينا من قبل؟ لا. إيه ولا لا؟ إيه؟ طيب بس ذكريني، من وين بتحكي معنا؟ من أي إمارة؟ راس الخيمة. أهلا وسهلا فيكي، خبريني منا شو الجواب؟ سلامي. شكرا لك صديقتي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. اتصال جديد ونقول ألو. ألو ألو ألو، مرحبا، مين معي؟ أفنان. أهلا وسهلا أفنان، كيفك؟ الحمد لله الحمد لله. خبريني، عرفتي الجواب؟ بس عادي تحكي سؤال لو سمحتي. اوكي، سؤالنا بيقول: ماذا يطلق على الامواج العاتيه المدمره التي يكون سببها انفجارات وزلازل ارضيه ومائيه؟ السونامي. اكيد اكيد. في حدا رح يشارك؟ اه، بيان وليان. تمام. الو، اهلا بيان، كيفك؟ الحمد لله الحمد لله. خبريني كيف المدرسه؟ اوكي تمام. ولا بعدك ما دخلتي مدرسه؟ أصغر من دخلت. أنا خلصي خامس. أوكي، عم قول بتذكر في المدرسة. طيب عرفتي الجواب؟ السونامي. أكيد مليون أكيد مليون. شكرا، خلي ليان تشارك. يلا ليان. ليان كيفك؟ الحمد لله الحمد لله. خبريني شو الجواب؟ السونامي. حدا ساعدك ليان؟ اه. مين؟ افنان. افنان. اوكي، شكرا لكم صديقاتي افنان بيان وليان، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. انتم كنتوا اخر المشاركين معنا لهذا السؤال. بدا العد التنازلي اصدقائي ورح ينتهي الوقت. انتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول: ماذا يطلق على الامواج العاتيه المدمره التي يكون سببها انفجارات وزلازل ارضيه ومائيه؟ والجواب اكيد صحه تسونامي. الف مبروك لكل اللي شاركونا، اجاباتكم كانت صحيحه. ريمبو رح يطلع بريك وراجع لكم. ورجعنا أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا ونعرف ريمبو شو مخبي كمان لليوم. لهيك لازم نقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي كمان مرة وقف عند اللون البرتقالي، وهالمرة اللون بيقول: عضلة تشبه في شكلها شكل القبة، وهو موجود في المنطقة الواقعة تحت القفص الصدري وبين التجويف البطني، أي بين المعدة والأمعاء والكبد، علما أنه يرتبط بالأضلاع السفلية ويفصل منطقة الصدر عن البطن، وله ثلاث فتحات يساعد في عملية التنفس حيث يوسع منطقة الصدر ثم يقلصها. ما هو اسم العضلة التي تقع تحت القفص الصدري وتساعد في عملية التنفس عند الإنسان؟ رح كرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول:
عضلة تشبه في شكلها شكل القبة، وهي موجودة في المنطقة الواقعة تحت القفص الصدري بين التجويف البطني أي بين المعدة والأمعاء والكبد، علما أنه يرتبط بالأضلاع السفلية ويفصل منطقة الصدر عن البطن، وله ثلاث فتحات يساعد في عملية التنفس حيث يوسع منطقة الصدر ثم يقلصها. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. أهلا خالد، خبرني قدرت تعرف الجواب؟ نعم. شو؟ الحجاب الحاجب. شكرا لك يا صديقي، ان شاء الله ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه وتقدر تربح معنا. اصدقائي خالد بيقول انه الجواب هو الحجاب الحاجز، يا ترى هالشيء صح او خطا؟ حجاب الحاجز عضلي ولا لا؟ رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو. اهلا حليمه، خبريني شو الجواب؟ الحجاب الحاجز. طيب انت هيك خبرتينا من انت عرفتي ولا في حدا ساعدك؟ بالاحياء. اوكي شكرا لك حليمه. فاطمه رح تشارك؟ ايه. اوكي. الو. اهلا فاطمه، شو الجواب يا صديقتي؟ الحجاب الحاجز. ومتاكده صح؟ ليون اكيد. شكرا لكم صديقاتي، اتصال جديد وبنقول الو. الو الو. الو الو. افنان صح؟ صح. اهلا وسهلا من جديد، خبريني شو الجواب؟ الحجاب الحاجز. حدا ساعدك؟ ماما. اوكي شكرا للماما. خبريني افنان، بيان ليان رح يشاركوا؟ الو. اهلا بيان، شو الجواب؟ الحجاب الحاجز. اكيد. ليان اكيد. مليون شكرا، ليان رح تشارك؟ يلا. الو. ايوه ليان، شو؟ شو جواب؟ الحجاب الحاجز. ومتأكدة ولا مو كثير؟ متأكدة. اوكي، شكرا لكم صديقاتي بيان، افنان وليان، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحة، وحليمة وفاطمة وخالد كلهم تقريبا، مو تقريبا، كلهم قالوا انه الجواب هو الحجاب الحاجز، رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو الو. الو الو. اهلا اهلا لميا. خبريني عرفتي الجواب؟ ايوه. شو؟ الحجاب الحاجز. في حدا ساعدك ولا انت بتقدري تعرفي لحالك؟ اخي الجوجل. اوكي شكرا لاخونا جوجل لك كان. في حدا رح يشارك؟ ايوه. يلا تمام. شو كان الاسم؟ ابرار. ايه ايه ابرار. أيوة. اوكي انت عم تساعديني. تمام. ماشي خليني اخذ الجواب من ابرار. هلا. اهلا اهلا ابرار، خبريني شو جوابك؟ حجاب الحاجز. اكيد اكيد. شكرا لكم صديقاتي، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه، شكلكم كثير 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 بتوثقوا بجوجل لهيك دائما متاكدين من الاجابات. رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو. مين معي؟ مصطفى. اهلا وسهلا مصطفى، كيفك اليوم؟ الحمد لله، كيفك انت؟ الحمد لله، نجم الاسبوع لازم تكون متحمس للجواب، خبرني شو الجواب؟ الحجاب الحاجز. شكرا لك صديقي، مين يا ترى كمان من الاصدقاء ممكن يكونوا نجوم الاسبوع معنا مثل مصطفى ويشاركونا كمان؟ اتصال جديد وبنقول الو. 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 مين ألو. معي؟ عون. عون اهلا وسهلا فيك من جديد، خبرني صديقي عرفت الجواب؟ شو؟ عضلة الحجاب الحاجز. طب قلي مين عم يساعدك؟ بابا ماما؟ ماما. ماما الله يخليها، وشكرا لك صديقي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه وتقدر تكون نجم الاسبوع وتجي لعنا على الفجيره، تزور الفجيره وتزورنا بالاستوديو. اتصال جديد ونقول الو. الو الو. الو الو. مين معي؟ منى. اهلا وسهلا فيكي من جديد منى، خبريني شو الجواب؟ الحاجز. عضلة الحجاب الحاجز صح؟ شكرا لك منى، في حدا رح يشارك؟ منيف. اوكي. السلام عليكم. وعليكم السلام صديقي، اهلا وسهلا فيك من جديد، خبرني شو الجواب؟ الحجاب الحجيز. الحجاب الحاجز صح؟ شكرا لكم اصدقائي، يا ترى مين لسه من الاصدقاء هيك رح يلحقوا بسرعه بسرعه يستغلوا الوقت يتصلوا فينا ويخبرونا شو الاجابات؟ اتصال جديد وبنقول الو. الو. اهلا وسهلا عليا،
خبريني شو جوابك؟ الحجاب الحاجز. حدا ساعدك؟ لا. سهلة. أوكي شكرا لك عليا. مين لسه؟ اتصال جديد ونقول ألو. ألو. مرحبا مين معي؟ فرح إيمان. أهلا وسهلا فرح، كيفك؟ الحمد لله. خبريني بسرعة شو الجواب؟ على طول الحجاب الحاجز. شكرا لك صديقتي، للأسف ما رح أقدر أخذ حمزة ولينا، انتهى الوقت أصدقائي. سؤالنا كان بيقول ما هو اسم العضلة التي تقع تحت القفص الصدري وتساعد في عملية التنفس عند الإنسان؟ وأكيد صح أصدقائي، عضلة الحجاب الحاجز. رح نشوف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأخضر، وهاللون بيقول نوع من المعدن يتم العثور عليه في المناجم بين الصخور والرخام بخلاف معظم الأحجار الكريمة. لونه أخضر غامق عميق وشفاف، ويحتل المرتبة الثالثة من حيث الأهمية. يكتسب لونه الأخضر لوجود كميات ضئيلة من الكروم أو الحديد الكاملة، كما يعتبر من الأحجار الكريمة. ما هو الحجر الكريم الذي يوجد في المناجم بين الصخور والرخام ولونه أخضر غامق وشفاف؟ رح نأخذ أول اتصال ونقول ألو. 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 أهلا وسهلا فيك نجم الأسبوع، خبرني شو الجواب؟ زمرد. أكيد أكيد. شكراً لك مصطفى، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة صديقي. مثل ما سمعتوا مصطفى قال إنه الجواب هو الزمرد. يا ترى يا أصدقائي هالجواب صح أو خطأ؟ فكروا كتير منيح وكتبوا اتصالاتكم. رح كرر عليكم شوية معلومات. كان مخبيها اللون الأخضر على لون هذا الحجر. بيقول نوع من المعادن يتم العثور عليه في المناجم بين الصخور والرخام بخلاف معظم الأحجار الكريمة. لونه أخضر غامق عميق وشفاف، يحتل المرتبة ثالثة من حيث الأهمية. يكتسب لونه الأخضر لوجود كميات ضئيلة من الكروم أو الحديد الكاملة، كما يعتبر من الأحجار الكريمة. معنا اتصال ومنقول ألو. ألو. أهلا وسهلا خالد، خبرني شو الجواب؟ الزمرد. ومتأكد؟ 100%. يا سلام، شكرا لك صديقي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. يا ترى مين غير مصطفى وخالد رح يشاركونا؟ مصطفى وخالد كانوا متفقين شوي وقالوا إنه الجواب هو الزمرد. يا ترى صح أو خطأ؟ لازم نستنى لنهاية الوقت. اتصال جديد ونقول ألو. ألو. أهلا وسهلا حليمة، خبريني شو جواب؟ الزمرد. طيب أنت بتعرفي إنه كل شخص في له حجر كريم هيك بيناسب شخصيته؟ ايه. جربتي شي مرة تعرفي شو أكثر حجر بيناسبك ولا لا؟ لا لا. طيب متأكدة من الجواب؟ ايه. فاطمة رح تشارك؟ لا. اوكي شكرا لك حليمة، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. اتصال جديد ومنقول ألو. 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 أهلا وسهلا لميا، خبريني شو الجواب؟ حجر الزمرد. حدا ساعدك؟ كمان جوجل؟ لا. اوكي. في حدا بيشارك. اوكي من اللي شاركوا قبل؟ ايوه اختي ابرار واضافه اخي محمد. اوكي اهلا وسهلا بالكل. ابرار. يا ابرار. نعم. خبريني شو الجواب؟ حجر الزمرد. اكيد اكيد. طيب تمام، خلينا نحكي مع محمد ونتعرف عليه. محمد ولا محمد؟ ألو. ألو. مرحبا. ما قلت حمد ولا محمد اسمك؟ حجر الزمرد. أوكي طيب رح أخذ الجواب، بس أنت خبرني حمد ولا محمد؟ محمد. محمد أهلا وسهلا فيك، شكرا لمشاركتك صديقي، وأكيد شكرا للميا وأبرار، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم. خبروني كمان إذا بتعرفوا شو الأحجار اللي بتناسبكم، أو مثلا في هيك شي حجر محدد أنتم بتحبوه. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. أهلا عليا. خبريني عرفتي الجواب؟ هي نعم. شو؟ حجر الزمرد. طيب عليا في هيك شي حجر انت بتحبيه مثلا او بتعرفي انه بيناسب شخصيتك؟ الزمرد. اوكي تمام، شكرا لك يا صديقتي، ان شاء الله تكون اجابتك عليا صحيحه. عليا قالت انه الزمرد، وهذا الحجر كمان هو اللي بيناسب شخصيه عليا. انتم كمان اصدقائي حاولوا هيك شوي تدوروا تشوفوا مثلا معلومات بتقدروا تعرفوا شو الاحجار اللي بتناسبكم. اتصال جديد ومنقول الو. لو الو. ايوه الو.
الو 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 منا اهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ زمرد. ماما ساعدتك؟ ايه. اوكي شكرا للماما. في حدا كمان رح يشارك؟ ايه. يلا تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام صديقي، خبرني شو الجواب؟ زمرد. متأكد؟ اوكي شكلك متأكد. شكرا لكم اصدقائي. اتصال جديد ونقول الو. الو. اهلا، مين معي؟ أثنان. أهلا وسهلا صديقتي، خبريني شو الجواب؟ حجر الزمرد. أوكي في حجر أنت بتحبيه ولا لا؟ ما بتفرق. بحبه لأني أنا اللي جاوبت عليه من أول ما حكيتي لون أخضر. أوكي أنت أول وحدة عرفتي الجواب؟ آه. يا سلام شكرا لك صديقتي. بيان رح تشارك؟ آه. ألو. أهلا بيان، خبريني شو الجواب؟ حجر الزمرد. أكيد مليون. أكيد مليون شكرا. ليان رح تشارك؟ ليان اي صح. وكمان اختي ليان رح تشارك. اوكي تمام. خذي ليان. ليان الو بسرعه خبريني الجواب. بسرعه بسرعه. حذر الزمرد. وكمان اختي ليان للاسف ما رح لحق اخذ جواب ليليان لانه انتهى الوقت، بس لسه عنا سؤال تقدر ليليان تشاركنا. شكرا لكل اللي شاركونا. سؤالنا كان بيقول ما هو الحجر الكريم الذي يوجد في المناجم بين الصخور والرخام ولونه اخضر غامق وشفاف؟ واكيد الجواب الزمرد. مبروك اصدقائي ريمبو، لسه مخبي معلومه بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. بدي أذكركم أنه كل ما تواصلتوا معنا أكثر كل ما كان عندكم فرصة أكبر لتدخلوا السحب وتكونوا نجوم الأسبوع، ومن بين الرابحين رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول هو جنس من الأسماك يتبع فصيلة زمارات البحر، يتواجد غالباً في المياه الاستوائية والمتوسطة الضحلة، والغريب أن ذكر هذا الجنس من الأسماك هو الذي يحضن البيض الذي يتلقاه من الأنثى، حيث أن لديه كيس بالقرب من بطنه يحمل فيه البيض، كما أنه يسبح بشكل عمودي وله تاج على رأسه. ما هو الحيوان البحري الذي يحمل البيض عن الأنثى في كيس قريب من بطنه ويسبح بشكل عمودي؟ رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو أهلا مصطفى، خبرني شو الجواب؟ فرس البحر. أكيد أكيد شكرا لك مصطفى. أصدقائي أوكي كمان في اتصال، نقول ألو. ألو 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 حليمة أهلا وسهلا، خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ فرس البحر. أوكي كنتي بتعرفي إنه هو بيسبح بشكل عمودي ولا لا؟ الصراحة لا. أوكي ولا أنا هلا عرفت. شكرا لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ لا نايت. شو؟ نايت يعني جود نايت. اوكي جود نايت. اوكي شكرا حليمة، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحة يا صديقتي. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ اتصال جديد ولا ما في اتصال جديد؟ في اتصال، منقول الو. الو اهلا افنان، خبريني منيحة كيفك انت؟ الحمد لله، خبريني شو الجواب؟ فرس البحر. اكيد. اوكي بيان رح تشارك. بس قبل ما بيان تشارك ليليان. ليليان اوكي ليليان. صح ما اخذنا هذاك السؤال تمام. ليليان رح تشارك، هي عمرها 9 شهور بتقول. اوكي عمرها 9 شهور. 9 شهور. طب رح تقدر تقول؟ بتقول لك انه جواب فرس النهر. فرس البحر. اوكي شكرا ليليان. تمام بيان رح تشارك؟ بيان سوري. يلا تمام. الو اهلا بيان، خبريني شو الجواب؟ فرس النهر. اوكي في حد رح يشارك؟ ليان. ليان تمام. افنان وبيان وليان وليليان. بحس اهاليكم كثير بتخربطوا هنا عم ينادوكم. الو ليان جواب فرس البحر. اكيد. شو اكيد؟ فرس البحر. شكرا لكم صديقاتي، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. اتصال جديد ومنقول الو. الو 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 اهلا اهلا منا، خبريني بكل حماس شو الجواب؟
فرس البحر. طب قولي لي حد ساعدك؟ منيف. اوكي يلا. منيف الو. اهلا صديقي، قولي شو الجواب؟ فرس البحر. انت ساعدت منه ولا هي ساعدتك ولا الماما ساعدتكم؟ ماما. اوكي شكرا للماما واكيد شكرا لمشاركاتكم اصدقائي. اتصال جديد ومنقول الو. الو الو، مين معي؟ رناد. اهلا وسهلا رناد، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، تاخرتي كثير اليوم لتشاركي. خبريني صديقتي شو الجواب؟ بس سؤال. بدك السؤال؟ اوكي، سؤالنا بيقول ما هو الحيوان البحري الذي يحمل البيض عن الانثى في كيس قريب من بطنه ويسبح بشكل عمودي؟ فرس البحر. اكيد اكيد. في حدا رح يشارك؟ لا. اوكي شكرا لك رناد، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. اتصال جديد وبنقول الو. الو الو. اهلا اهلا لمياء، خبريني شو جواب؟ فرس البحر. حدا ساعدك؟ لا. أكيد؟ أكيد. أوكي، في حدا رح يشارك؟ لا، كلهم راحوا تحت. تمام، خلص أنت هلأ صار فيك تروحي، هذا آخر سؤال. شكراً لك لميا، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا صديقتي. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلاً من جديد. خبريني. أهلين. شو الجواب؟ ممكن قبل الجواب أهدي تحياتي؟ طبعا اكيد ممكن. اهدي تحياتي لك يا نوار. شكرا. لبرنامج رينبو. شكرا لك يا عليا. ولدعاء النمر. حاضر، من عيوني رح وصل التحيات كلها لدعاء، واكيد انا ودعاء كثير حابين نشوفكم ونتعرف عليك يا عليا. خبريني عرفتي الجواب؟ هي نعم. شو؟ فرس النهر. شكرا لك يا صديقتي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. انا عن جد فعلا حابه اتعرف على كل الاصدقاء اللي بيشاركونا وبسمع صوتهم، حابه اشوفهم على الواقع. رح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو. مرحبا، مين معي؟ لينا. اهلا وسهلا لينا، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو الجواب؟ فرس البحر. اكيد اكيد. شكرا لك لينا. نعم، في حدا رح يشارك؟ اه. اوكي. الو. ايوه فرح، شو الجواب؟ فرس البحر. شكرا لكم صديقاتي، انتم كنتوا اخر المشاركين معنا لليوم. بدا العد التنازلي وان وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما هو الحيوان البحري الذي يحمل البيض عن الانثى في كيس قريب من بطنه ويسبح بشكل عمودي، واكيد الجواب فرس البحر. مبروك لكل اللي شاركونا اصدقائي، هون بيوصل مشوارنا معكم للنهايه. هلا صار وقت لكم، باي باي.